أهلا بكم. ماذا يحدث في المغرب؟ أساتذة الإنجليزية يقدمون العزاء لأساتذة اللغة الفرنسية ويخبرونهم أن جنازة اللغة الفرنسية باتت جاهزة، وأنه قريبا حين يتحدث أحدهم عن الفرنسية ينبغي أن يستعمل معها كلمة المرحومة اللغة الفرنسية، أو حين يذكرها أحد بسوء ينبغي أن يقال له في سياق اللباقة والكياسة: اذكروا موتاكم بخير. فهل ماتت اللغة الفرنسية؟ أو بشيء من التفاؤل، هل هي الآن تحتضر في المغرب؟ وهل جهزت اللغة الإنجليزية نفسها لإلقاء خطاب عرشها في المحافل الرسمية وفي المدارس والجامعات ومعاهد التكوين؟ هل بات من الضروري على المغاربة أن يعدوا أنفسهم لتذوق برودة الدم الإنجليزي والتخلي عن عطر الدم الفرنسي الذي عمر طويلا في الذوق المغربي؟ هذه الأسئلة وغيرها لن نطرحها لا على أنفسنا ولا على غيرنا، لأنه يتوجب علينا أن نكف عن احتضان الغباء والبلادة والجهل. ينبغي أن نكف عن احتضان الغباء والبلادة والجهل في كل علاقتنا بما يجري لنا وبما يجري حولنا. وأعتقد أن الأسئلة الخاطئة أكثر ضررا من الأجوبة الفاسدة. هناك ملاحظات جارحة مقلقة ينبغي أن نكون واضحين بصددها، وهي التي سأطرحها هنا بكل صراحة وواقعية ومسؤولية. أول مسألة أريد أن يعني أن أطرحها هو: هناك علاقتان أو باللغة، ونقول ثلاث علاقات باللغة: علاقة تمكن وعلاقة ترميل وعلاقة لا مبالاة، ثم هناك قضية توظيف اللغة، هل هو توظيف تمكن أم توظيف ترميل أو إفساد، ثم هناك علاقة إبداع باللغة وفي اللغة، يعني إبداع تمكن أم إبداع شرميل. اللغة ليست لها قيمة في ذاتها أو في حد ذاتها، وهنا سيكون دائما هناك صراع بهذا الخصوص، ولكن له مقام آخر، يعني هل اللغة لها قيمة في ذاتها؟ مقام آخر للتحليل. لكن حقا اللغة قيمتها من قيمة حضورها تمكنا وتمثلا واستعمالا في شخص مستعملها وليس في حد ذاتها. يعني لغتك هي ما تفعله بلغتك. عندما تكون العلاقة علاقة تمكن، يعني ترتفع اللغة وتسمو اللغة وتجد نفسها في أبهى حالاتها أيا كانت تلك اللغة، لا فرق بين هذه وتلك إلا بالاستعمال، لا فرق بين لغة ولغة إلا بالاستعمال. أما حين يعني لا تكون متمكنا من لغة ما، فيتذوق الأمرين على لسانك وتتعرض لكافة أنواع العنف والتشاميل غير المسبوقين أيا كانت تلك اللغة. إذن العبرة ليست باللغة الفرنسية ولا الإنجليزية ولا العربية، بل العبرة بمدى تمكنك من كل لغة. المسألة الثانية هي توظيف اللغة، أي ماذا فعلت باللغة وكيف وظفتها؟
لا تهم اللغة في حد ذاتها، فيمكن أن ندافع عن لغة دفاعا مستميتا، ثم لا نوظفها توظيفا جيدا، ولا ننتج بها شيئا ذا قيمة وذا بال. يعني إذا كنت لا تنتج قيمة بلغتك التي تتحمس لها وأبدعت ولم تبدع بها شيئا، فأنت أفسدتها. أنت لديك لغة، ولكنك أنتجت بها نصا متواضعا، وغيرك بلغة أنت لا تراها أفضل اللغات أنتج نصا مذهلا مرعبا في جماله. فالعبرة إذن ليست في اللغة في حد ذاتها، بل بتوظيف اللغة. المسألة الثالثة تتعلق بمستوى أعلى، وهو الإبداع باللغة وفي اللغة، وهنا يترسخ الفرق، وهنا تبرز قيمة كل لغة. أي لغة؟ يعني هل نافسنا بها الآداب العالمية والمنتجات الجمالية العالمية في مختلف الفروع الإبداع، أم أننا لم نفعل سوى التصفيق لها دون الإبداع؟ هنا يكمن الفرق. إذن الخلاصة التي يمكن أن أظهرها بمثال بسيط، وهو يمكن أن أعطيك لونين فقط، وبقدرتك الكبيرة على المزج بينهما وعلى توليد يعني درجات لا متناهية منهما، تستطيع إبداع لوحة مبهرة مدهشة. لكن في المقابل قد أمنحك كل الألوان، ولكنك لا تعرف كيف تمزج بينها، ولا كيف تتحكم في درجاتها، فتنتج لنا مسخا وليس جمالا. لذلك نفس الشيء ليس له قيمة في حد ذاته، بل في علاقتك به، وفي توظيفك له، وفي إبداعك به وفيه. إذن يمكن أن أعطي مثالا آخر بالقرآن نفسه. القرآن الذي يعني كتبت في الإعجاب به كثير من النصوص، هذا الكتاب يعني اللغة التي فيه أو اللغة التي وظف هي لغة تتشكل من نفس الحروف التي ننتج بها نصا رديئا. القرآن هو من حروف، الحروف العربية. هذه الحروف، هذه الأبجدية العربية، هي يمكن أن تنتج بها نصا رديئا، وأنتج بها نص مقدس. فالعبرة ليست في اللغة في حد ذاتها، العبرة في العلاقة باللغة، في توظيف اللغة، في ما تفعله باللغة. إذن أيها المغاربة، ليست العبرة بالفرنسية أو الإنجليزية. وإذا تخيلتم حوارا بين الإنجليزية الوافدة والفرنسية الراحلة، ستسمعون الإنجليزية تطرح على الفرنسية السؤال الأهم: هل تمكن منك المغاربة أم شرملوك؟ هل وظفوك توظيفا جيدا أم شرملوك؟ هل أبدعوا بك وفيك أم شرملوك؟ إذن اللغة الفرنسية التي يقال إنه ستقام لها جنازة، جنازتها في كل مستعمل لها، وعرسها في كل مستعمل لها. ونفس الشيء بالنسبة للغة الإنجليزية، ونفس الشيء بالنسبة لحياتك. حياتك في حد ذاتها ليست لها قيمة، قيمة حياتك فيما تفعله بحياتك. شكرا لكم.